حصص الدياليز عند مرضى الفشل الكلوي هي الوسيلة الوحيدة اللي كتساعدهم في البقاء على قيد الحياة، فهي خطوة كتعوض عمل الكلي في التخلص من الفضلات والمواد السامة اللي كتدخل الجسم عن طريق الأكل. لكن التصفية بوحدها ما كافياش، المرضى كيحتاجوا لتباع حمية خاصة. النظام الغذائي المفروض على المرضى ديال الدياليز كاين نوعين من النظام الغذائي، قبل التصفيه وبعد التصفيه. المريض ملي كيكون كيبدا كيتعالج بالتصفيه كتكون عنده واحد ان ريجيم اليمونتير شويه متحرر على قبل ما يبدا التصفيه، ولكن كيبقى مع ذلك كيبقى محروم من بزاف د الحوايج. خصو ينقص من تناوله المادات البوتاسيوم اللي كتواجد في الفواكه، بالخصوص الفواكه الجافه، وكتواجد في الخضروات اللي خصو يوجدها بواحد الطريقه ديال سلق جوج المرات ديال الخضار عاد يتناولها، كتواجد في بزاف من الاغذيه ديالنا. حنا كنحاولوا نعطيو للمريض واحد النظام غذائي باش يتفاجئ هاد الامور اللي كتكون كتشكل خطوره عليه. كاين الفوسفور اللي كيقدر يتراكم ليه في الدات ديالو كيسبب ليه واحد مجموعه من المشاكل اللي كتتواجد في الحليب والمشتقات ديالو، في المعلبات اللي خصو يتفاداها. يعني حنا كنحاولوا كل مره المريض كيسول على حساب العادات الغذائيه ديالو، كيلجأ للطبيب ديالو على حساب الفواكه الموسميه وعلى حساب الخضار الموسميه، كيلجأ للطبيب ديالو. هادو هما هادي زعما من فوائد الزياره الطبيه عند المريض اللي كيصفي في كل حصه ديالو، باش كان عنده سؤال ولا كان عنده شي اكله موسميه كياكلوها في البيت ديالهم ولا شي حاجه كيسولوك، وانت اشاك فوا كتادابتي ليه لو ريجيم ديالو على حساب السؤال. تناكل داكشي اللي كتعطيني انت هذوك الصوره كتقول لي بعد من هذا كنبعد منه ولا شي حاجه اللي ما كنقدرش. الشهيه ديالك كتحس براسك صحت لك الشهيه، كتاكل احسن من قبل. احسن من في الاول، وكنلقى بزاف ديال المشاكل، ولكن دابا الحمد لله على مره احسن. مره بغيت كندير دياليز وهذا باش بخير الحمد لله. اتباع الحمية الغذائية المفروضة على المرضى اللي كيخضعوا للدياليز كتساعد المريض على استرجاع حيويته، لكن الالتزام بهذه الحمية القاسية مدى الحياة أمر جد صعب. ليلى شابة في عقدها الثلاثين صابت بالسكري وهي في سن 7 سنوات. حقا الانسولين اللي تفرضت عليها وحمية السكري اللي كان خصها تلتزم بها في سن صغيرة للأسف ما احترمتهاش، وعلى لسانها غادي نتعرفوا على المضاعفات اللي ترتبات على إهمالها لتعليمات الطبيب. وصلت 20 عام صافي وليت كنحس برجليا تتنفخوا ليا بزاف، تجيني السخفة وداكشي وصافي، وني مشيت دوز. ملي مشيت دوز قالت لي الطبيبة راه الكلاوي ديالك راه تضر شوية، خاصك دير الريجيم، تبقيش تاكلي الملحة، متبقيش تاكلي داكشي. لكن أنا ما درتش الريجيم، بقيت ناكل داكشي عادي. إذا كون كنت نحس أنا بالحرق ديال الكلاوي غادي نعرف زعما وغادي نشوف. أنا كنت نشوف رجلي من فوق تنقول غير من الملحة عادي، أي حاجة لقيت ناكلها، ناكل الحلاوة، نشرب أي حاجة عادي عندي. عطاها الريجيم، عطاها قال لي تاكلي داكشي الحاجه ماشي حلوه تاكل، داكشي الكرعا، داكشي اللوبيا، داكشي باني هي ما دارش الريجيم. هي غدا المدرسه ومعمره جيبه بالفانيد وبالحلوى وب حتى ما حد هو تيتزاد عليها داكشي صافي. من بعد فاش كبرت واحد شويه كبرت ثاني تكملت شي 20 عام وداكشي شويه ثاني تنفخوا لي رجليها، مشينا على الطبيبه وعاد ثاني عطاتها واحد الفانيل قالت لها تولي ديري باش الرجل كيتفشى، وتنقول لها يلا نتبعوا عند نتبعوا، تقول لي صافي راه رجليا دابا يتفشى. عاود ثاني رجعنا على الطبيبه، ملي رجعنا قالت لها صافي الكلاوي ديالك مشاو، قالت لها الكلاوي كرمو. هو ما نقدرش نتسناو حتى كيجيو اعراض، جا اعراض انه كيتنفخ انسان ما كيبقاش يبول بزاف، كي هذاك راه وصلتي كلاوي صافي وقع لهم مشكل. اذا الوقايه كنقدروا ان يمكن غتجي شي حاجه بحال مول السكر كيتبع دائما واخا ما عندوش كاو مزيانين، خصو يقلب دائما واحد الشيكو، يقلب واحد دي كتسمى لا بروتيوري دي زاليمون في لي زورين، كيقول لنا واقيلا غادي الكلاوي غادي يمشيو. لي مول التونسون كذلك ملي كيمشي عند مول القلب كل 3 شهور كل 6 شهور، هذيك لا كونسلتاسيون مهمه. علاش كنقلبوا واش الكلاوي بدات كتاثر ولا لا، اللي عنده شي تعفن عنده حجر خصو يداويه. عدد كبير من الأمراض المزمنة كتأثر على صحة الكلي، وعدم اتباع نظام غذائي محدد ونظيف يقدر يسرع من تلف كلي المريض. لكن أمراض الكلي ما كتقتصرش على الكبار فقط، بل حتى الأطفال.
الدكتور آمال برقية غادي تكلم لنا على مشاكل الكلي عند الأطفال. ملي كنتكلموا على أمراض الكلي عند الأطفال كيمكن لينا نسهلوا الفهم ونشخصوهم في ثلاثة ديال النقاط. يعني كاين أمراض وراثية غالب الأحيان جينية، تشوهات خلقية يعني كيكون واحد تشوهات إما في الكلي ولا في المسالك البولية، وعلى حسب الخطورة ديالهم كيمكن لهم ما يعطوش تأثير على العمل الكلي أو لا يعطوا واحد تأثير على العمل الكلي. والثلث الآخر كنقدروا نلخصوه في الأمراض اللي مكتسبة، بحالها كبحال الأمراض اللي كتصيب الإنسان البالغ. هاد الامراض اللي تقريبا الاسباب ديال امراض الكلي عند الاطفال كتقدر على حسب الخطوره ديالها تؤدي لواحد الفشل اللي كيظهر في العمل ديال الكلي. وهذا الفشل كما كنعرفوا فيه مراحل، لذا دائما كنحاولوا نركزوا بانه يكون التشخيص في المراحل الاولى باش نحاولوا نتفاداو الوصول الى الفشل الكلوي، او حتى لو وصل الطفل الى الفشل الكلوي يوصل في واحد الصحه جيده. أمراض الكلي عند الأطفال تقدر تكون وراثية كيفما كتكون مكتسبة، وبما أن أعراضها كتكون صامتة كيفاش كيتم تشخيصها في مراحل مبكرة؟ الرضيع شنو تيكون عنده؟ كيكون عنده أعراض صعيبة. علاش؟ حيت غالب الأحيان الرضيع شنو كيجيه؟ ارتفاع الحرارة، التقيؤ والإسهال. يعني هادو ثلاثة الأعراض اللي كيمكن لك تشوفها في جميع الأمراض، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض مننجيت مثلا، كل شيء، حتى أمراض الكلي، خصوصا التعفن البولي. التعفن البولي اللي كيقيس الأطفال خصوصا الرضع تيكون خطير جدا. علاش؟ لأن ما تتبقاش التعفن غير في البول، فكيدوز للدم، كيكون ارتفاع الحرارة كبير. إنما إذا ما رديناش البال ولا ما كانش الطبيب على وعي بهذه المشاكل، كنقدروا ندوزوا ونخليو ما نقوموش بهذا التشخيص، تكون شحالة خطيرة عند الطفل. لما كيكبر الطفل شوية كيكون أعراض أخرى اللي خصنا نردو لها البال، فمشاكل بولية هي مشاكل مهمة، مثلا تغيير اللون ديال البول اللي كنقدروا نشوفوا حتى في ليكوش ديال الرضع، تغيير اللون ديال البول، أو لا حريق في البطن ديالو حيت ما غايقولكش حريق ديال الكلوة بحال الإنسان البالغ. فهاد الأعراض كلها خصها دائما تعطيها واحد القيمة ديالها. تشخيص مثلا بارتفاع الضغط الدموي، مع العلم بأن حنايا قليل في الحالات اللي كناخذوا الضغط الدموي عند الأطفال حتى في العيادات الطبية. حنا في بالنسبة ليا كاختصاصية في هاد الميدان أو الجمعية ديالنا كتعمل على هاد النقطة المهمة خصوصا عند ليزادوليسون. طفل مريض بالقصور الكلوي اللي وصل لمرحلة الدياليز كيستافد من طريقتين في التصفية، كيتم اعتماد وحدة منهم حسب الحالة الصحية للطفل وقدرة جسمه على التحمل. الدياليز هو كنحتاجوا فيها واحد دورة دموية خارجية هي اللي كتشوفوا معنا، كاين واحد الانابيب كيوصلوا الدم لواحد الكليه الاصطناعيه، اللي هذيك الكليه الاصطناعيه فيها فين كيتموا تبادلات ما بين الدم ديال المريض وواحد واحد الماء اللي عنده واحد التركيبه مناسبه ان المريض كيتصفى له الدم ديالو. وكاينه لا دياليز بيريتونيال اللي فيها الغشاء ديال البطن ديال الانسان اللي هو البيريتوان، كيقوم بهذا عمليه تصفيه الانسان كيقوم بوضع واحد الكاتيتر في البطن ديالو، لي زيشانج كيديروا اترافير لو بيريتوان ديال المريض ما بين الدم ديالو، هذاك لو ليكيد اللي كيدخل البطن ديالو كيخرج من البطن ديالو بواحد الشكل دوري. أمراض الكلي الوراثية والخلقية كيتم تشخيصها خلال فترة الحمل والكشف المستمر على صحة الجنين، كيمكن الرضيع من الاستفادة من علاج مبكر كيحد من تدهور وظيفة الكلي. لكن في المقابل تأخر اكتشاف وتشخيص القصور الكلوي الوظيفي للكلي يقدر يؤدي لعواقب وخيمة. عثمان واحد من أطفال كتار غادي نتقاسموا مع أسرتهم معاناتهم. الدري كان طبيعي الساعه تقريبا، المهم عنده 67 دابا، 67 تقريبا باش مرض دابا. هي ديك الدري بدا كيتنفخ، انا صحاب تاعو عندو قول شنو هي ضاربه، هي ديك الزيتو ديتو على الطبيب عام هنا في الجمعه فوق. شحال ديك الساعه كان في عمر؟ شي 67 تقريبا ولا 6 ونص بحال هكا. ديتو على الطبيب عام، الدري من فوق
الطبيب دوز لي قال لي الدري غادي يمشي ينعس. قلت له ما عندي شي وغادي تصيفط ينعس راه ما عندي شي، انا ماشي قبل وليدي وما كاينش من يقول معايا ما كنعرف والو. قال لي لا تصيفط لهم ورقه ضروري خاصني ينعس. قال لي الدري خاصو يدير الا ما داواش غادي يلحق المرحله الدياليز. هي ديك ديتو سطات نعسو عطاو الدواء تفش غير كي تمو غادي معاك يضرب ديك الشهر وشنو هي تمو عقب يتفش عقب ينقصوا ليه عقب نفس المشكل ثاني عقب نفس المرض ثاني عقب يتنفخ عقب هي ديك اليوم غدا وما كاينش الحاله ضعيفه هزيتو قال لي الدري ما عندك ما يداوش نفس الصطات ندفعوك للدار البيضاء. قلت له الدار البيضاء ما عنديش ما كنعرف تما كنت الدار البيضاء ما كنعرف ما والو ما كنعرف الطب ما كنعرف السبيطار فين قال لي عندك ورقه وغتسول توصل هي ديك كتبت لي ورقه مسيت بيرش ديال الدريسوار نعسوك الساعه تقريبا نقول لك شي 8 ايام 10 ايام بحال كوك عقبت عطاو الدواء تفش خرجوا عقبت ثاني عطوني الموعد رشيت عاد الدم نقصوا لي الدواء عقب دري نفس المشكل ثاني عقبت ثاني تنفخ كما قاعد هي ديك قال ناخذ له واحد التحليله ناخذ له من الكلوى نعسوك الساعه 20 يوم. الانتفاخ اللي كيعاني منه عثمان ناتج عن احتباس سوائل في الجسم ديالو بسبب خلل في وظيفة عمل الكلي، ورغم أن أسباب الخلل ما زالت مجهولة إلا أن عثمان اليوم كيتابع حمية خالية من الملح للحفاظ على الصحة ديالو وتفاديا للانتفاخ. قد ما أمراض الكلي صعيبة قد ما التشخيص ديالها سهل خصوصا بصفة عامة، فأول حاجة اللي عندنا مهمة والنافذة ديال الكلي هي البول، تشخيص البول، وحنا كنشجعوا بالخصوص على تحليل سهل اللي هو بلي باندلات، يعني كنعرفوا واش كاين شي مشكلة، واش كاين دم، واش كاين بروتينات، واش كاين سكري، واش كاين تغيير في البيهاش، يعني واش هادو أسيد أكثر أو لا ألكانة أكثر، يعني ولاش هاد الشكل فيه مكونات اللي كتبين لنا بأن كاين واحد التعفن بولي. فهذا التشخيص بهذا لابوندليت اللي هو سهل كنقدروا نديروه في البول ديال الطفل كنعرفوا شنو اللي كاين، كيعطينا اتجاه يعني اورينتاسيون واش كاين مرض ديال الكلي اللي خصنا نمشيو واحد التشخيص اكثر دقه اولا ما كاينش مرض في الكلي. الحاله الثانيه اللي مهمه بالنسبه للكلي هي الفحص بالصدى ليكوغرافي اللي تعرفوها جميع الناس واللي هي سهله وما كتعطيش مشاكل، لان الكلي خصنا نحافظوا عليها لما كيكون تشخيصات بالاشعه، لان كاين ادويه ومواد اللي كنستعملوها في التشخيصات اللي كيقدروا ياثروا عليها. فني كيعطيونا هاد جوج الاشياء كيعطيونا واحد فكره واش كاين مشكل في العمل ديال الكلي، واش كاين مشكل في الشكل ديال الكلي، يعني تاني كنقدروا نعرفوا شنو كاين باش نمشيو التحليلات اكثر دقه. خرجت التحليله خرجوا ليا يعني غنتبعوا ليا الدو ديالو غادي يبقى غادي بقى الدري من فوق هي ديك عقب تاني رديتو ليهم عقب تاني لقاو الملح طالع عليه وقال لي الدري تاني بقى طالع عليه الملح زادوا واحد الدواء خرجوا لي واحد الدواء اسميتو نيوغال راه كاين تما كاين خرجوا لي قال الدواء مشيت عند الفرماسيان عطوني الورقه مشيت عند الفرماسيان قال كيدير 40000 ريال وقول هذا في ديال 100 وفي ديال 50 وفي ديال 25 ولا ما عديش دير ما عديش الفلوس انا كثير راه الحوال كثير لا كيس لا والو كثير انا بركه مع الوالد وقال لي هادشي ليك عقب دخلت من الفرماسيان مشيت مع ضربت تاعي توقفت على خاطر عقب ورونا واحد لابوطوار في عين السبع وليت كنمشي نجيبو منه نقصوا عليا شويه ولا كناخذ ديك 18000 ريال